في عندنا حاجتين. النهارده تم توقيع عقد الضبعه، المحطه النوويه في الضبعه، وعشان حضراتكم تبقوا عارفين الضبعه هي عباره عن اربع وحدات، هيتم بناء اربع وحدات. الاربع وحدات دول تكلفتهم 29 مليار دولار. روسيا بتتكفل في صوره قرض، يعني الناس مش هيدفعوا ببلاش، يعني قرض عباره عن 25 مليار دولار بفايده 3%، وده تكلفه حوالي 85% من تكلفه المحطه. ومصر هتتكفل بالباقي ب 4 مليار دولار بنسبه 15%، وهيتم بناء هذه المحطه في 7 سنوات، ويكون انتوا عارفين طبعا الاهداف السلميه في توليد الكهرباء بشكل واضح جدا. ده خلاصه الحكايه. النهارده تم توقيع الاتفاقيه بعد فتره طويله جدا من التشكيك، احيانا من انتوا عارفين الشائعات اللي كانت بتتقال احيانا، لا الروس عندهم شروط، الروس مش عاوزين يوقعوا لان هم ليهم طلبات معينه، الروس رابطين ده بعوده الطيران مره اخرى، فلو مصر وافقت على الشروط في الضبعه هيرجعوا السياحه ويرجعوا، يعني كلام كتير جدا. منذ شهور كانت التقارير بتشير الى انه توقيع عقد الضبعه هيتم قبل نهايه العام، قبل نهايه 2017. النهارده هذا المشهد يضاف الى ما قامت به الدوله المصريه بعد 30 يونيو. هتقروا حضراتكم، هتقروا تقارير صحفية وتسمعوا تقارير من إعلام معادي بيشكك في هذا المشروع وبيقول لك إن في أضرار وإيه و إلى آخره. طبيعي إنكم تسمعوا. لكن إحنا بنتكلم ببساطة شديدة جدا عن مشروع من المشروعات العظيمة اللي بتتعمل في مصر، والصورة هنا زي ما بقول لحضراتكم تضاف إلى ما أنجزته الدولة المصرية بعد 30 يونيو. ما أنجزه هذا الشعب بوقوفه خلف دولته، وانه هو عايز دولة واضحة مستقرة قرارها في ايدها، بتستعين بالعالم لانه انت ظروفك صعبة، لكن في النهاية هذا التوقيع النهاردة بيدشن مشروع من مشروعاتنا الكبير. طبعا الجزء الثاني اللي الناس كانت بتتكلم فيه مسألة عودة السياحة الروسية وعودة الطيران الروسي، صحيح لم يتم اعلان القرار هنا في القاهرة، لكن اعتقد انه القرار هيتم اعلانه من روسيا هناك، خاصة انه في المؤتمر الصحفي بوتين اشار الى انه التقارير التي وصلته من الخبراء الامنيين واللي قاموا بتفتيشات وقاموا والى اخره بتطمئنه انه الامور على ما يرام. فاعتقد كمان بعد توقيع العقد بتاع الضبعة الايام الجاية يمكن ان تشهد عودة السياحة الروسية مرة اخرى وعودة الطيران الروسي مرة أخرى، وده القرار اللي كان اتخذ بعد سقوط الطائرة الروسية في 15 أكتوبر 2015. يعني يوم يسجل يوم الناس هتفتكره، وهتفتكره على أساس أنه في الوقت اللي أنت بتحارب فيه في أكتر من جبهة وبيستهدفك إرهاب لا تستسلم ليه ولا تخضع ليه ولا ترضخ ليه، أنت كمان بتقوم ب مشروعات. هذه المشروعات زي ما بقول لحضراتكم، يعني المحطة دي هتنتهي من بنائها بعد 7 سنوات، فمعنى كده انه هنا استثمار يستهدف المستقبل. الناس اللي بتقعد تقول لك مش شايفين، مفيش حاجة بتحصل، مفيش حاجة بنحس بيها، الظروف صعبة جدا، يعني لا احد يستطيع ان ينكر، لكن هذه المشروعات انت بتبني دولة وبتبني مستقبل دولة، مش بس مستسلم ان انت يعني تجيب يعني مش اكل يومك، لان الدول مش زي الافراد، مش هتعيش باكل يوم. طيب.